كاين واحد واحد النهار قال لي علاش خارجه، انا منك ما نخرج باش ما نخلعش الناس. السلام، واضح معكم فاطمه زهر غزاوي، السن ديالي 29 سنه، مغربيه، مستوى الدراسي خارجه من الخامس ابتدائي بسبب المرض ديالي، سبب مرض جيني نادر اللي هو اكزيغوديرما بيغمونتوزوم، الجفاف الجلد المصطبغ، اللي هو ممنوع لينا نشوفوا اشعه الشمس لان الاشعه الشمس كتسبب لينا حروق جلديه وكتسبب لينا في خلايا سرطانيه. هادشي علاش كيسميونا باطفال القمر، حيت خاصنا نخرجوا غير بالليل. بداني المرض وانا عندي عامين، الجسم ديالي بداو فيه احمرار في الكرش ديالي في وجهي، وديك الساعه هي فين بدات الحياة القاسية، ولكن ما كنتش متقبلة المرض ديالي حتى درت 16 عام. ملي كنت صغيرة حيت كنشوف والديا كيمنعوني، كنشوف الدراري كيخرجوا كيمشوا للبحر، انا لا. الصراحة حاليا ما كاينش علاج، الا بغينا نخرجوا خاصنا نديروا واحد الماسك اللي كيحمينا من اشعة الشمس. بالنسبة لهذا الماسك كيحميني 100%، هاد كنخرج الا اضطريت نمشي طبيب الا الضروره، يعني انا ما كنخرج عاده، خاصني نخرج غير في الليل. لاباراي هادي كنعبر بها الاشعه هي ليكرون، ضروري من ليكرون كل ساعه، واخا نكون في الدار كنستعمل ليكرون. هاد ليكرون توب خاص اللي ما كيدخلش الاشعه الشمس، مضاد ضد اشعه الشمس. تعرضت بزاف الانتقادات سورتو انا صغيره، كاين بعض الامهات كيخبيو عينين ولادهم باش ما يشوفونيش، كاين اللي كيجي حتى لحداك وكيبدا يغوت كيقول لك مالكي، كاين بزاف. كاين واحد النهار قال لي علاش خارجه، انا منك ما نخرج باش ما نخلعش الناس. كاين بزاف تعرضت انتقادات، ولكن الحمد لله هذوك الانتقادات ما كيهمونيش، لان الله اللي خلقنا وخاصنا نرضاو بالشكل ديالنا كيف ما كان. التعامل ديال الاهل والاساتذه كان دور كبير بالنسبه ليا، الاساتذه الحمد لله كانوا كيتعاملوا معايا مزيان، الاهل ديالي ديما كيعطوني الطاقه الايجابيه، ما كيحسونيش باللي انا مريضه. بالنسبه للمدرسه خرجت من الخامس ابتدائي لانه بدا كيتزاد عليا الحال، بديت كندير عمليات، دابا حاليا واصله 65 عمليه. كنت درت عمليه على لساني قطعوا ليا منه، درت على عيني، درت بزاف العمليات. اليوم جيت وغادي ندير لكم الروتين ديالي اليومي في الصيف، نتمنى يعجبكم. اختاريت انني ندخل لعالم التواصل الاجتماعي باش نعرف على المرض ديالي، لان المرض ديالي ما معروفش، والحمد لله كيوصلني ميساجات زوينه من عند الناس. الكلمه اللي غادي نقول للاباء اللي عندهم الاطفال اللي مصابين بهذا المرض، ما تنساوش انكم تعطيهم الدعم المعنوي، لان الدعم المعنوي مهم بزاف بالنسبه لولادكم. كنتعرضوا للتنمر، كنتعرضوا للحوايج خايبه في الزنقه، كنتعرضوا للمرض، عاد الاكتئاب، عاد حنا ما عندناش مستقبل، ما عندناش مثلا خدمه قرايه. كنبغي نقول للناس كاملين، سواء مريض سواء صحيح، ما تخليو حتى شي حاجه خايبه تاثر عليكم، خليكم ديما ضاحكين وناشطين، وخليكم ديما اقوياء، وتهلاو ليا في راسكم.